ونعم اي هل تعلم ايه اعرف الدكاتره منهم ذحين المهم انه ما شاء الله تبارك الله في واحد منهم عميد ظني في الايه يحبوا ما شاء الله في ناس في الدراسه وناس المهم واحد منهم الله يذكره بالخير كان يدرس انجليزي هم كان على كل حرفه حرف تغلط فيه قم وقف ورا قرب انا وصل عند فلان غلط قم وقف ورا المهم لين جمع له 6 7 وقف ورا ياتي عند الواحد جدتي صيته ليش دخله هم يمد طيب يده ما شاء الله تبارك الله مثل وصفك للرجال اصبعه مثل اللي. هم يمسك وين استغفر الله انا كنت اخر واحد والله لكن والله اني سلمت منها والله اني صار والله ما جاني انا مع اني معهم طيب والله غلط في الحرب ما يخالف راح اوقف نبدا من اليمين واول مره والله يوقفني في النهايه ابدا من الاول لان تعرف الانجليزي بلبل بلبل ايش يسوي ادرسكم كل يوم وتغلطون 7 100 يقول كذا يبي عرفت في الجدر وراه جدر في الجدار 100 فرك بوجه يروح للثاني ايش غلطت فيه يعيد الغلطه 7 100 يضحك بوجهه انا اقسم بالله لين جاء اللي جنبي احد زاد الله شيء الله يكثر الخير لابس نظارات الولد انا يوم قدو عندي ايش غلطتك فيه في بذل عاد يبغى يقولها 7 والنظارات عليه مكسر النظارات وقول ابوي اي والله يوم جاء عندي انه يضحك يطالع فيه وانا ارقب 7 والله وارقب ايش بيقول غلطت فيه ماليها اول مره انت غلط قلت اي والله قالها ايوه هل عاد زيد والله الذي لا يعلمني قد قلت لا عاد زيد والله ما ادري كيف جت منها من حنعود نعود نقعد جاب طريها بعض العقوبات فهذا عقوبة يعني غريبة والله 7 ما يضحك في ايده تستاهل